بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نتناول سويا المحاضرة 14 من محاضرات تحليل الإنشاءات باستخدام طريقة الكزازة Structural Analysis of Structural Analysis Using Stiffness Method. إن شاء الله نتكلم في المحاضرة دي على موضوعات متقدمة Advanced Topics. اول حاجة عايزين نتكلم عليها ازاي نتعامل بطريقة الستيفنس ميثود بالدايركت ميثود في المنشآت اللي فيها سيمتري او انتي سيمتري. تعالوا حضراتكم ناخد المثال اللي قدامنا ده. بيقولي calculate the deformations of the shown frame where E بعشرة اس ستة كيلو نيوتن بير متر سكوير and the section of all members is rectangular section with dimension 30 سنتي multiply 80 سنتي. احنا عندنا دلوقتي الفريم اللي قدامنا ده لو بصينا له هنلاقي ان هو متماثل. يعني ايه متماثل؟ هو طبعا متماثل مش عشان دي 8 متر ودي 8 متر. احنا لو جينا هنا خدنا سنتر لاين وطبقنا الجزء ده على الجزء ده هنلاقي ان هم متطابقين مع بعض، يبقى ده كده سيمتري. لو انا جيت حليته بدون ما اعرف ان هو سيمتري هعمل ايه؟ هنبدا نعمل موديلنج، نحط عند كل نقطه من نقطه A و B اللي هم النقط الحره 3 ديجري اوف فريدم دي 1 دي 2 دي 3 ازاحه افقيه راسيه دوران، وعند النقطه B دي 4 دي 5 دي 6. هبدا استنتج الستيفنس ماتريكس اللي هي 8 في 6 في 6، ودي كنا استنتجناها في محاضره سابقه للبلين فريم. هنبدا نستنتجها بسهوله ان شاء الله تعالى. هتطلع بالمنظر اللي قدامنا ده. طيب عايزين نبدا نكون الفورس فيكتور. هنبدا ناخد كل ممبر لوحده ونحله لوحده. لو خدنا الممبر الافقي اي بي عليه 30 كيلو نيوتن على المتر يونيفورم لود، هنبدا نجيب الفيكسد اند مومنت بتاعه دبليو ال سكوير على 12، وهنجيب الرياكشن بتاعته دبليو في ال على 2 30 في 8 على 2 ب 120. هناخد الممبر بي سي اللي هو ناحيه اليمين ده، وهناخده نجيب له برضو الفيكسد اند مومنت بتاعه بي ال على 8 وبي ال على 8، ويجيب لي رياكشن فورس بي على 2 وبي على 2. نفس الكلام الممبر اي دي هنجيب له برضو الرياكشن، وهيطلع طبعا زي الرياكشن بتاع الممبر بي سي. كده لو جمعنا الفيكسد اند رياكشن بتاع كل ممبر كل العناصر هنلاقيهم زي ما واضحين قدامنا كده، الممبر اي بي واي دي وبي سي. اللي جبناه ده اسمه الفيكسد اند رياكشن، بس ده ما يهمناش، اللي يهمنا الفيكسد اند اكشن. فلذلك هنقلب اتجاهات سواء كان الفورسز القوى او العزوم، هنقلب اتجاهات الاثنين ويبقى ده هو الفيكسد اند اكشن. هنبدا نشوف ونقارن الفورسز اللي جايه عندنا والعزوم بالديجريز اوف فريدم اللي عندنا. هنشوف في اتجاه دي 1 ودي 2 دي 3 ودي 4 5 6، هنشوف في اتجاهاتهم القوى عامله ازاي والعزوم. ادي الثلاثه ممبر جبناهم في جنب، تعالوا نشوف مع بعض. القوه اف 1 اللي هي في اتجاه دي 1 هنلاقي في عندنا هنا قوه 60 كيلو نيوتن، يبقى هي 60. في اتجاه دي 2 ادي دي 2 اللي هي القوه الراسيه اللي عند النقطه A، هنلاقي في هنا سالب 120 نازله لتحت يبقى سالب 120. الدي 3 هي عباره عن الدوران، المومنت اللي هنا هنلاقي في مومنت هنا 120 عكس عقارب الساعه، ومومنت 160 مع عقارب الساعه، طبعا المحصله بتاعتهم سالب 40 مع عقارب الساعه عكس دي 3 ما انا فارضها يبقى سالب 40. طب تعالوا نشوف مع بعض دي 4 عند النقطه بي في قوه افقيه 60 بالسالب يبقى سالب 60. عند ال دي 5 الاف 5 اللي هي مقابل للدي 5 القوه الرئيسيه هنا بسالب 120. العزوم هنلاقي في عندنا 120 مع عقارب الساعه و160 عكس عقارب الساعه، المحصله تبقى 40 عكس عقارب الساعه يعني مع دي 6، يبقى الاف 6 بموجب 40.
كده جبنا الفورس فيكتور، واحنا كنا شفنا ازاي جبنا الاستيفنس ماتريكس من مثال سابق. يبقى نقدر نكون الاستيفنس ايكويشن، المعادله بتاعتنا بتاعت الكزازه. هنقدر نجيب الديسبليسمنت عن طريق الكي ماينس 1 في الاف. هنجيب الانفيرس الموصوفه 6 في 6 باحد الطرق، سواء بالايد او باستخدام الكمبيوتر، سواء الماتلاب او باستخدام الاكسل. وقدرنا نجيب الديفورميشنز عندنا. نلاحظ ملحوظه مهمه، ان الدي 1 والدي 4 قيمتهم زي بعض بالظبط بس باشاره مخالفه، والدي 2 والدي 5 قيمتهم زي بعض بالظبط بنفس الاشاره، الدي 3 والدي 6 زي بعض باشاره مخالفه. وده منطقي جدا. ليه؟ لان احنا كنا قلنا المنشأ بتاعنا سيمتري، فمعنى كلمه سيمتري ان هنا في خط تماثل في النص. يبقى لو النقطه دي اتحركت مسافه في الاتجاه ده، لازم النقطه دي تتحرك نفس المسافه في نفس الاتجاه عشان يبقى الديفورمد شيب المنشأ المشكل متماثل هو كمان. ما هو مش معقول انا عندي هنا احمال زي الاحمال دي والمنشأ بتاعنا هيمشي الناحيه دي اكتر او الناحيه دي اكتر. لازم ان هو يحافظ على التماثل بتاعه في الديفورمد شيب. نفس القصه، لو النقطه دي طلعت لفوق مسافه، لازم النقطه دي تطلع فوق نفس المسافه. لو النقطه A لفت كده بزاويه، لازم النقطه B تلف كده بنفس الزاويه عشان يبقى فيه تماثل. طيب هل ممكن نستفيد من هذا التماثل من الاول خالص عشان نريح نفسنا، بدل ما عمالين نجيب مصفوفات 6 في 6 ونحل مصفوفات 6 في 6 في 6 معادلات؟ ممكن. ازاي؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. هنعمل موديلنج مختلف شويه. هنيجي نحط عند النقطه A دي 1 دي 2 دي 3. لما اجي عند النقطه B مش هحط بقى دي 1 دي 2 دي 3، مش هحط دي 4 دي 5 دي 6 دي 6، انا هحط دي 1 بس عكس الاتجاه. مش احنا قلنا ان عشان في تماثل يبقى لازم النقطه A لو اتحركت كده مسافه النقطه B تتحرك كده نفس المسافه؟ يبقى دي ان دي 1 ودي ان دي 1. نفس القصه، النقطه A لو طلعت لفوق مسافه، النقطه B لازم تطلع فوق نفس المسافه محافظه على التماثل السيمتري، يبقى نسمي دي ان دي 2. لو النقطة A لفت عكس عقارب الساعة زاوية، لازم النقطة B تلف مع عقارب الساعة نفس الزاوية، فهفرض عكس الـ D3، هفرض D3 الناحية التانية، وهبدأ استنتج بقى مصفوفة دلوقتي 3 في 3 مش 6 في 6. طيب هنعمل ازاي الكلام ده؟ سهلة جدا إن شاء الله. الفيرست كولوم هنقول D1 بتساوي 1، هنحط هنا D1 بس مش D1 من الناحية دي بس، بواحد، والD1 كمان من الناحية دي قيمتها بواحد. لما نتحرك ده واحد ونحرك ده واحد، نيجي نشوف شكل الديفورمد شيب، هنلاقي ده منظره. تعالوا نشوف مع بعض القوه اللي نتجت من الدي 1 بواحد. الممبر الافقي حصل فيه ديفورميشن كومبريشن، انضغط مسافه مقدارها 2 مش 1. ليه؟ لانه انضغط من ناحيه الشمال بواحد وانضغط من ناحيه اليمين بواحد، وده اللي شفناه هنا اهو. الممبر الافقي انضغط من ناحيه الشمال واحد ومن ناحيه اليمين واحد، يبقى هو كانه انضغط 2، يبقى هيتولد في قوه 2 اي اي على ال و2 اي اي على ال. تعال نشوف الممبر الراسي، حصل فيه ازاحه افقيه مقدارها الدلتا واحد زي ما هي، وهيتولد فيه مومنت في النهايه 6 اي اي على ال سكوير، وهيتولد فيه رياكشن فورس 12 اي اي على التكعيب. وطبعا عارفين ان الرياكشن فورس لازم تكون بتلف عكس الرياكشن مومنت. طبعا الناحيه الثانيه الممبر اي بي دي بي سي زي الممبر ده بالظبط، مش هنحسبه. طيب احنا عندنا مساله معروف فيها الاي اي على ال بكام، وال2 اي اي 2 اي اي على ال، و4 و6 اي اي على ال سكوير، 12 اي اي على التكعيب. هنعوض مباشره بالقيم اللي عندنا. الاي اي على ال ب 30000، انا عندي هنا 2 اي اي على ال ب 60000. طيب كلام كويس. هنيجي دلوقتي نعمل ايه؟ هنيجي نقول يبقى الممبر ده اتولد فيه قوه كده 60000 و60000، وهنا مومنت 1200 وقوه 3000 300. طبعا زي ما قلنا الناحيه الثانيه اتولد فيه نفس الكلام.
لما نيجي نملى بقى العمود الاول في الستيفنس ماتريكس هنملى الناحيه دي بس، انا عندي دي 1 دي 2 دي 3 والناحيه الثانيه في دي 1 دي 2 دي 3. دي 1 هنا هنلاقي في فورس قدامها 60300، يبقى احط 60300. المفروض ان انا كنت اخد كمان الناحيه الثانيه، بس نظرا لان التماثل فلازم القوه دي هتساوي القوه اللي جايه من الناحيه الثانيه، فانا هلاقي نفسي لو انا خدت الناحيتين هلاقي كل الارقام بتاعتي مضروبه في 2. ونفس القصه لما اجي اجيب الفورس فيكتور هلاقيه مضروب في 2، فبدل ما اقعد اخد مضروب في 2 طب انا هاخد النص بس واشتغل عليه والنص الثاني زيه. طيب يبقى احنا عندنا دلوقتي في عندنا هنبص على النص ده، في عندنا 60300 يبقى مجموعهم 60300. في اتجاه الكي 21 اللي هي الفورس في اتجاه دي 2 بصفر لان مفيش اي قوه راسيه، يبقى صفر. الفورس في اتجاه دي 3 اللي هو العزم هنلاقي في عزم مقداره 1200، يبقى 1200. ده كده العمود الايه؟ الاول. تعالوا نشوف مع بعض العمود الثاني. هنعمل دي 2 بتساوي 1، دي 2 بتساوي 1 من الناحيه دي بس؟ لا، من الناحيه دي كمان. فهنلاقي شكل ديفورمت شيب عامل كده. لما نيجي نبص هنلاقي ان الممبر ده استطال مسافه مقدارها اليونت الواحده، والممبر ده نفس القصه، اما الممبر الافقي فطلع من هنا واحد ومن هنا واحد، فما حصلوش اي ازاحه حقيقيه، واذا حصل له ازاحه ما فيش ازاحه نسبيه، ما حصلوش ازاحه نسبيه اللي بتسبب الشير وفورس والبندنج مومنت. فلذلك لما نيجي نجيب الفورس هنلاقي ان الممبر الاي دي حصل فيه استطاله مقدارها اليونت، فيتولد فيه قوه شد مقدارها اي اي على ال، اما الممبر الافقي ما حصلش فيه اي حاجه فيتولد فيه قوه بصفر. الاي اي على ال عارفينها ب 30000، يبقى القوه اللي اتولد عندنا ب 30000. لو جينا نقارن الفورسز القوه المتولده بالديجريز اوف فريدم عشان نكون العمود الثاني، هنلاقي في اتجاه دي 1 ما فيش اي قوه افقيه بزيرو، في اتجاه دي 2 هنلاقي في عندنا قوه مقدارها 30000 وموجب لانها مع اتجاه دي 2. اما دي 3 اللي هي الاف 3 بتاعتنا فما فيش عندنا عزم تولد، يبقى قيمته بصفر. تعال نشوف مع بعض العمود الثالث في الاستيفنس ماتريكس. هنحط دي 3 بتساوي 1، دي 3 بتساوي 1 معناه ان النقطه دي هتلف كده يونت روتيشن، وبالمثل برضو النقطة التانية هتلف العكس يونت روتيشن، فهنلاقي شكل الديفورمت شيب بتاعنا عامل كده. ده شكل الديفورمت شيب اللي عندنا. عايزين نشوف الفورس والعزوم، القوة والعزوم اللي هتتولد عندنا نتيجة اليونت ثيتا الناحية دي والناحية دي. لو جينا نبص مع بعض هنلاقي ان انا لما العمود ده لما اعمل فيه يونت ثيتا يتولد فيه، ده شكل الديفورمت شيب بتاعه، يتولد فيه مومنت 4 اي اي على ال الناحيه دي و2 اي اي على ال الناحيه الثانيه، ما يلزمنيش في حاجه الناحيه الثانيه. هيتولد فيه عندي شير فورس مجموع العزمين على ال 6 اي اي على ال تربيع، ونقدر نحسبهم 6400 و1200. المشكله كلها في الممبر الافقي. الممبر الافقي حصل فيه ثيتا يونت من الناحيه دي عكس عقارب الساعه، وثيتا يونت الناحيه دي مع عقارب الساعه. فهنيجي نقول يبقى احنا عندنا ادي الممبر الافقي، لو هنحله بالسوبر بوزيشن هنعمل فيه يونت ثيتا الناحيه دي عكس عقارب الساعه، فهيتولد فيه مومنت 4 اي اي على ال و2 اي اي على ال مع بعض في نفس الاتجاه، والاثنين بيرجعوا الزاويه لصفر. طيب نفس القصه الناحيه دي، لما اعمل يونت ثيتا الناحيه دي مع عقارب الساعه، مع عقارب الساعه يتولد لي مومنت الناحيه دي 4 اي اي على ال و2 اي اي على ال. طب لما اعمل الاثنين مع بعض، ثيتا هنا عكس عقارب الساعه وثيتا هنا مع عقارب الساعه، يبقى المحصله بتاعتي هتبقى 2 اي اي، ما هو الاثنين دول ده 4 عكس عقارب الساعه و2 مع عقارب الساعه، يبقى المحصله 2 عكس عقارب الساعه. وهنا برضو نفس القصه 2 اي اي على ال مع عقارب الساعه. يبقى انا لما عملت يونت ثيتا هنا ويونت ثيتا هنا للممبر الافقي اي بي اتولد لي عندي مومنت عكس عقارب الساعه 2 اي اي على ال، ومومنت الناحيه دي 2 اي اي على ال. لو عوضنا بالقيم بتاعتنا هنلاقي ده يجيب لي 3200 وده 3200، ومش هنلاقي فيه رياكشن راسي. ليه مفيش رياكشن راسي؟ لان العزمين دول مفيش فرق عزوم ما بينهم عشان يجيب رياكشن راسي. وكنا جبنا القوتين دول قبل كده ب 6400 و1200. هنقارن الكلام ده بالديجريز اوف فريدم اللي عندنا لناحيه واحده بس، زي ما قلنا الناحيه الثانيه زيها،
فانا لو اشتغلت على الجزئين هلاقي كل الارقام مضروبه في 2، فانا اكتفي ان انا اشتغل على جزء واحد منهم فقط. تعالوا نشوف مع بعض في اتجاه دي 1 القوه الافقيه هنا ب 1200، فهنيجي نحط هنا 1200. القوه الراسيه اللي هي المقابله لدي 2 بصفر، اللي مفيش هنا رياكشن راسي. اما العزوم ففي عندي عزم 3200 وعزم 6400، لو جمعناهم مع بعض لانهم بيلفوا مع بعض عكس عقارب الساعه هيديني 9600. كده بحمد الله قدرت اجيب العمود الاول والثاني والثالث في الستيفنس ماتريكس، هقدر اكون الستيفنس ماتريكس كلها مع بعض، اجمع التلات عمدان اللي عندنا. يبقى عندنا ان نحسب الفورس فيكتور، هنحسبه برضو بالطريقه زي اللي فات. يونيفورم لود هيجيب لي دبليو ال سكوير على 12 الناحيه دي والناحيه دي، والرياكشن دبليو ال على الاثنين، وهجيب بس الرياكشن لاحد الجزئين، اما الجزء A B B C او A D. احنا هناخد الجزء اللي على الشمال اللي هو ال A D، هناخد الجزء اللي على الشمال اللي هو ال A D اللي عليه الفورس 120 بتتحرك جهة اليمين. هنجيب له الرياكشن بتاعه والعزوم، طبعا زي ما بنقول ده الممبر A D، هلاقي وهبدأ اخد نص الفورسز بس. طبعا جبنا اللي فات ده كان الفيكسد اند رياكشن، عكسناه بقى الفيكسد اند اكشن. هنبدا ناخد نقارن عشان نجيب الفورس فيكتور، هناخد النص بس، النص ده، ما لان النص ده زيه، النص ده زيه، وانا اشتغلت للسيفرس ماتريكس ان انا باخد نص، فانا هاخد هنا برضو في الفورس فيكتور النص برضو. لو بصيت على الفورس الافقيه هلاقي في هنا فورس افقيه مقدارها 60، الفرص الرأسية في عندي هنا فرص رأسية مقدارها سالب 120، العزوم في عندي 120 عكس عقارب الساعة و 160 مع عقارب الساعة تديني سالب 40. هنكون الستيفنس ايكويشن اف بيساوي كيف دي، ادي الاف عندنا اللي هي التلاتة، وادي الكي اللي هي 3 في 3، وادي الديسبلاسمنت دي 1 دي 2 دي 3. هنبدأ نحل ونجيب الديسبلاسمنت، هنجيب الانفيرس للمصفوفة 3 في 3، وطبعا واضح ان المعادلات دي هتبقى اسهل بكتير جدا. ليه؟ لان انا عندي هنا معادلة في مجهول واحد اهي تيجي بسهولة، ومعادلتين في مجهولين، فيعني المسألة بس مش قلبة 3 في 3، ده بقت كمان المعادلات بحل بتاعها سهل جدا. جبنا الديفورميشنز، ادي الدي 1 والدي 2 دي 3. لو قارنا الديفورميشنز دي بالديفورميشنز اللي احنا حصلنا عليها في المسألة لما حليناها 6 في 6، هنكتشف اكتشاف ظريف ان الدي 1 دي هي الدي 1 بالظبط ديا، وهي سالبها الدي 1 من الناحية دي. الدي 2 ديا هي الدي 2 اللي عند النقطة الأولى وعند النقطة الثانية. هنكتشف ان الدي 3 اللي احنا حصلنا عليها بالظبط هي الدي 3 اللي عند النقطة دي وعند النقطة الثانية بإشارة سالبة. يبقى كده شفنا ان احنا لما كانت المساله بتاعتنا سيمتري قدرنا ان احنا نختزل المساله من 6 معادلات في 6 مجاهيل الى 3 معادلات في 3 مجاهيل، وطبعا الشغل بتاعنا كان ابسط بكتير. هناخد مثال تاني، بيقول لي كالكوليت ذا ديفورميشنز اوف ذا شون فريم وير اي بتساوي 10 و6، نفس مثال زي اللي فات، لكن المساله بتاعتنا دي انتي سيمتري. يعني ايه انتي سيمتري؟ يعني انا لو جيت هنا خدت خط تماثل وعكست اتجاه الفورس على احد الجزئين هلاقيه سيمتري، ده كده اسمه انتي سيمتري. هنبدا نحل المساله دي على اعتبار ان احنا مش واخدين بالنا من الانتي سيمتري. هنجيب ادي الستيفنس ماتريكس اللي جبناه من قبل كده، وادي الست ديجري فريدم بتوعنا. هنكون الفورس فيكتور للممبر اي بي وبي سي، الممبر بي سي واي دي، هنجيب لهم الستيفنس ماتريكس اللي الفورس فيكتور بتاعهم، وهنجمعهم، نجيب الفيكسد اند رياكشن والفيكسد اند اكشن، ونجيب الفورس فيكتور. في اتجاه دي 1 في عندي قوه 60، في اتجاه دي 2 راسي مفيش اي قوه يبقى زيرو، في اتجاه دي 3 120، في اتجاه دي 4 اللي عند النقطه بي في قوه 60، في اتجاه دي 5 زيرو، في اتجاه دي 6 عندي 120. طب كلام كويس. هقدر اكون الستيفنس ايكويشن اف بيساوي كي في دي زي ما واضح قدامنا، هحل اجيب الديفورميشنز، ادي الديفورميشنز اللي جات لي. ملحوظه مهمه، هلاقي ان الدي 1 اللي طلعت لي من هنا هي نفسها الدي 1 اللي عند هي الدي 4، يعني الازاحه الافقيه عند نقطه A هي زي عند نقطه B بنفس الاشاره.
والإزاحة الرأسية عند النقطة إيه؟ زي البي بس بإشارة مخالفة. والدوران اللي عند الاي زي اللي عند الدي بنفس الإشارة، اللي عند بي بنفس الإشارة. وده منطقي جدا، لأن أنا عشان عندي أنتي سيمتري، فلازم برضو زي ما أنا لو جيت خدت نص المنشأ وعكست اتجاه الفورس يديني سيمتري، أهو نفس الكلام لو أنا في الديفورمد شيب عكست الديفورم نص الديفورمد شيب يطلع سيمتري. يعني لو ده طالع عامل كده يبقى لازم ده يطلع يعمل كده زيه، عشان لما أعكسه يبقى عامل كده، عشان لما أعكسه يبقى عامل كده ويبقى سيمتري. طيب يبقى احنا شفنا من هنا عشان ده سيمتري فلقينا ان الازاحه الافقيه عند الاي هتطلع زي عند البي، الازاحه الراسيه عند الاي لازم يطلع عكسها عند البي، الدوران عند الاي لازم يطلع زيه عند البي. ومن هذا المنطلق هنعمل موديلنج جديد، هنيجي عند الاي نحط الديجريز اوف فريدم دي 1 دي 2 دي 3، عند البي بقى هنحط دي 1 في اتجاه الدي 1، والدي 2 عكس الدي 2، والدي 3 في نفس اتجاه الدي 3، وهنلاقي ان المسافه بتاعتنا للستيفنس ماتريكس بقت 3 في 3. عايزين نجيب الفيرست كولوم، عادي خالص، هنبدا نحط دي 1 بواحد، الناحيه دي بس، لا الناحيه دي والناحيه دي، فنلاقي شكل الديفورمد شيب عامل كده. لو بصينا مع بعض هنلاقي ان الممبر الرأسي ده حصل فيه شير ديفورميشن يونت، اما الممبر الافقي هنا مش هنلاقي حصل فيه اي ديفورميشن، لان النقطه الاولانيه اتحركت يونت والاخيره اتحركت يونت، فكانه اتحرك بس ما اتضغطش ولا اتشد، فنلاقي الممبر الافقي عليه زيرو فورس، الممبر الرأسي هيجي فيه بيننج مومنت 6 اي اي على ال سكوير وشير فورس 12 اي اي على ال تكعيب. هنقدر نحسب القيم بتاعتهم ونحطهم. تعالوا نقارن الكلام ده بالديجريز اوف فريدم اللي عندنا، وبرضه هنعمل هنا نفس الكلام، هناخد نص المنشا، لان المفروض ان احنا ناخد المنشا كله، يعني اخد دي 1 من هنا ودي 1 من هنا، اشوف الفورس اللي في اتجاه دي 1 هنا والفورس اللي في اتجاه دي 1 هنا، واجمعهم مع بعض واحطهم في الاستيفنس ايكويشن. لكن انا مش هعمل كده ليه؟ لانه يطلعوا نفس القيمه، فلاقي ان كل الارقام مضروبه في 2. لو جينا نشوف في اتجاه دي وانا هتلاقي في عندنا 300، في اتجاه دي 2 راسي مش هنلاقي فيه حاجه، فهنلاقي فيه 0، في اتجاه دي 3 هنلاقي 1200. يبقى ده كده العمود الاول في الستيفنس ماتريكس. تعالوا نشوف مع بعض العمود الثاني، هنحط دي 1 بواحد، دي 1 هنا بواحد، ودي 1 هنا، دي 2 هنا بواحد، ودي 2 هنا بواحد. لو جينا نشوف شكل الديفورمد شيب هنلاقي منظره عامل كده، ان ده طالع لفوق يونت ديسبيسمنت ونزل يونت ديسبيسمنت، في ده شكل الديفورمد شيب. هنلاحظ ان العنصر ده حصل فيه استطاله يونت وده انضغاطه يونت، اما اما العنصر الافقي فحصل فيه ديفرنشال سيتلمنت، ازاحه عموديه عليه مقدارها مش واحد بقى 2، وده اللي هيحصل دلوقتي. الممبر اي دي ده حصل فيه استطاله يونت فيكون فيه فورس اي اي على ال، اما اللي هو ب 30000، اما الممبر الافقي فحصل فيه ديفرنشال سيتلمنت مقدارها 2، فهينتج عندنا مومنت ومومنت مش بقى 6 اي اي على ال سكوير، 12 اي اي على ال سكوير، ويتولد رياكشن عكسه 24 اي اي على ال تكعيب. هنبدا نحسب القيم كلها بتاعتنا اللي عندنا، نبدا نقارن الكلام ده بالديجريز اوف فريدم اللي عندنا للنص برضه زي ما قلنا. هنشوف في اتجاه دي 1 مفيش عندي اي فورس افقيه هنا يبقى بزيرو، في اتجاه دي 2 في اتجاه دي 2 في عندي هنا فورس طالعه لفوق مقدارها 30000، وفي هنا فورس مقدارها 600 يبقى 30600، العزوم في عندي عزم هنا بس مقداره 2400. يبقى ده كده العمود الثاني في الاستيفنس ماتريكس. عايزين نشوف العمود الثالث هنعمل ايه؟ هيعمل دي 3 بتساوي 1، يونت ثيتا عند النقطه دي ويونت ثيتا عند النقطه دي في نفس الاتجاه. شكل الديفورمد شيب هنلاقي منظره عامل كده. الممبر الراسي مفيش اي مشكله فيه، هنعمل فيه ثيتا عكس عقارب الساعه، المشكله كلها تكمن في الممبر الافقي. تعالوا نشوف مع بعض واحد واحد كده، ادي الممبر الراسي عملنا فيه يونت ثيتا عكس عقارب الساعه، هيتولد لي مومنت 4 اي اي على ال و2 اي اي على ال الناحيه الثانيه، ما تلزمنيش في حاجه الناحيه الثانيه، هيتولد عندي رياكشن 6 اي اي على ال سكوير. هنعوض بالقيم 6400 و1200.
لو زي ما بنقول المنبر الأفقي حصل فيه للنقطة الشمال يوني الثيتا عكس عقارب الساعة، والنقطة اليمين يوني الثيتا عكس عقارب الساعة برضو، هنعملها بالسوبر بوزيشن. يوني الثيتا عكس عقارب الساعة هنا هتجيب لي مومنت 6 4 اي اي على ال و2 اي اي على ال. اليوني الثيتا في الناحية الشمال في المنبر في السبورت اللي على اليمين هيجيب لي هيجيب لي 4 اي اي على ال و2 اي اي على ال. لو جمعنا الاثنين مع بعض هنلاقي يجيب لي هنا مومنت 6 اي اي على ال عكس عقارب الساعه، وهنا مومنت 6 اي اي على ال عكس عقارب الساعه. يبقى المنبر الافقي هيتولد فيه مومنت 6 اي اي على ال و6 اي اي على ال. المقادير اللي قدامنا هنا نقدر نعوض، يديني 9600 وهنا 9600، وهنا جبناه قبل كده 6400 و1200. ما ننساش ان في اتنين رياكشن راسي هنا لان العازمين بيلفوا مع بعض، هناخد مجموعهم ونقسمه على ال يديني 2400 و2400. هنشتغل على النص بس زي ما اتعودنا، نقارب في اتجاه دي 1 في عندي فورس 1200، في اتجاه دي 2 في عندي فورس 2400، في اتجاه دي 3 في عندي عزم 6400 و9600، هنجمعهم مع بعض يديني 16000. يبقى انا كده قدرت اكون التلات عمدان بتوع الاستيفنس ماتريكس، هنجمعهم مع بعض ونكون الاستيفنس ماتريكس بتاعت المنشأ. الفورس فيكتور هو نفس اللي فات بالظبط، هاخد نص المنشأ واشتغل عليه، هاخد الممبر اي دي، هاخد الممبر اي دي واشتغل عليه، اجيب له الرياكشن، المومنت رياكشن بي على 8 والرياكشن هنا بي على 2 وبي على 2، وهنبدا نجيب له الاكشن. ده كان الممبر البي سي، ده كان الممبر بي سي مظبوط، ما يلزمنيش في حاجه. انا اللي يهمني الممبر مين؟ اي دي. تعالوا نشوف مع بعض، احنا عندنا هنا دي 1 دي 2 دي 3 دي 1 دي 2 دي 3، زي ما قلنا هناخد النص بس، هناخد النص فقط. هنشوف دي 1 هنا في اتجاهها 60، طب ليه ما خدتش كمان ال 60 دي ما في اتجاه دي 1 هي كمان؟ لان انا في استنتاج للستيفنس ماتريكس خدت الفورس اللي عند النص بس، ففي الفورس فيكتور برضو لازم اخد الفورس اللي عند النص بس. في اتجاه دي 2 ما فيش حاجه يبقى زيرو، في اتجاه دي 3 في عندي مومنت مقداره 120، يبقى دي الفورس فيكتور بتاعتنا. بكده نقدر نكون الستيفنس ايكويشن اف بيساوي كيف دي، ادي الاف وادي الكي وادي الدي. واضح طبعا ان انا بدل ما كنت بشتغل معادلات 6 في 6 انا شغال هنا 3 في 3، وفي صفار كمان موجوده هتسهل لي الموضوع. طبعا لو عايزين نحلها بسهوله من المعادله دي بنجيب علاقه ما بين دي 1 بدلاله دي 3، ومن المعادله دي بنجيب دي 2 بدلاله دي 3، بنيجي نعوض هنا بالمعادلتين الاولانيين تطلع لي معادله واحده في مجهول واحد اللي هو دي 3، هنقدر نجيبه او حتى بالانفيرس هنكون نجيب دي 1 ودي 2 ودي 3. لو قارنا الدي 1 والدي 2 دي 3 باللي احنا جبناهم قبل كده لما حلينا المساله 6 في 6، هنلاحظ حضراتكم ان الدي 1 اللي طلعت دي تقابل دي 1 ودي 4 بنفس القيمه. الدي 2 اللي طلعت لي هي نفسها الدي 2 والدي 5 باشاره مخالفه. الدي 3 اللي طلعت لي هي الدي 3 اهي والدي 6 بنفس الاشاره. يبقى احنا لو عندنا مساله سيمتري او انتي سيمتري بنقدر بسهوله جدا ان احنا نحل النص ونشتغل عليه. طبعا لو في عندنا ازاحه واقعه على في ديجريز اوف فريدم واقعه على خط التماثل، يعني مثلا عندنا فريم عامل كده مثلا، يعني فانا بسهوله جدا في الفريم ده هحط هنا دي 1 دي 2 دي 3، ومن التماثل يبقى هنا دي 1 دي 2 دي 3. طيب النقطة اللي في النص هل ممكن تتحرك يمين أو شمال؟ لا ما ينفعش علشان السيمتري، يبقى ما فيش ديجري فريدم أفقية. طب ممكن تتحرك رأسيا؟ ممكن، يبقى في هنا دي 4. طب ممكن تلف؟ لا مش ممكن، ان السيمتري معناه ان الديفورميشن لازم يطلع منظره عامل كده، فلازم الزاويه هنا تطلع بصفر، يبقى احنا كده شغالين
مظبوط ان شاء الله تعالى. يبقى اي منشأ عندنا تراس بيم فريم اي حاجه سيمتري بقدر ان انا اختزل الديجريز اوف فريدم الى النص او اقل من النص كمان زي ما شفنا في مثال الفريم اللي قدامنا. كونسترينز القيود، ساعات في بعض الاحيان بنبدا ان يكون في عندنا بعض القيود على حل المساله او عايزين بعض التبسيطات والافتراضات علشان نسهل المساله. مثال يعني لو تخيلوا مع بعض المساله اللي قدامنا دي ما هياش سيمتري ولا انتي سيمتري، فعشان نحلها لازم نحلها بالست ديجري اوف فريدم دي 1 دي 2 دي 3 دي 4 دي 5 دي 6، ست معادلات في ست مجاهيل. لكن ممكن حضراتكم واحنا نفترض فرض وهو قريب الى الصواب ان النقطه ايه الازاحه الافقيه بتاعتها دي، لو انا فرض ان هم ست ديجري اوف فريدم ممكن نفترض ان الازاحه الافقيه بتاعت النقطه ايه بتساوي الازاحه الافقيه بتاعت النقطه بي. ليه؟ لان الممبر اي بي مفروض له ستيفنس، له ثلاثة ستيفنس، له اكسيال ستيفنس اللي هي بتقاوم النورمال فورس او النورمال او الاكسل ديفورميشن، ولو شير فورس او شير ستيفنس بتقاوم الشير ديفورميشن، ولو روتيشنال اللي هي الفلكشرال ستيفنس بتقاوم الروتيشن. فالاكسل ستيفنس بتبقى كبيره جدا اذا ما قورنت بالشير او بالفلكشرال. فينتج عن ذلك ان لما يكون الاكسيال ستيفنس كبيرة يبقى الاستطالة اللي هتحصل لها هتكون صغيرة. احنا عندنا اف بيساوي كيف دلتا، لو احنا افترضنا ان نفس الفورس لو الكي كبيرة يبقى دلتا تبقى صغيرة، وده واضح ان لو جبت الكي تحت هنكتشف ان الديفورميشن بتتناسب عكسيا مع الكي. يبقى انا ممكن ان انا افرض ان نظرا لان الممبر اي بي اكسيالي فيري ستيف يعني قوي جدا في الاكسل ستيفنس يبقى الاكسل ديفورميشن تقريبا بصفر. لو الاكسل ديفورميشن بصفر معناها ان الازاحه دي 1 هنا زي الازاحه دي 1 هنا. الكلام ده ممكن نلحظه في الحسابات. بصوا لحضراتكم احنا بنستنتج الستيفنس ماتريكس الفيرست كولم لما عملنا ازاحه افقيه هنا بواحد، جاب لي هنا اكسيال ستيفنس كام؟ 30,000، وجاب لي هنا كام؟ 300. فقارن 30,000 ب 300 يعني الاكسيال ستيفنس هنا 100 مره الشير ستيفنس. فطبعا الديفورميشن الاكسيال ديفورميشن هتبقى تقريبا 1 على 100 من الشير ديفورميشن. طيب يبقى احنا دلوقتي هنفترض ان الازاحه الافقيه ان العناصر سواء العناصر بقى اي بي او اي دي او بي سي ما لا بتطول ولا بتقصر لانها قويه جدا في الاكسيال ستيفنز. طيب لو احنا مفترضين كذلك ان الممبر اي دي ده لا هيطول ولا هيقصر لانه قوي جدا في الاكسيال، هل النقطه دي ثابته دي؟ النقطه دي ثابته لانها في السبورت. النقطة ايه؟ هل هتتحرك رأسيا لأعلى؟ ما اصل حركتها الرأسية الأعلى هي دي الاكسل ديفورميشن الإزاحة الاستطالة المحورية بتاعت الممبر اي دي. فلو ان الممبر اي دي ده ستيف جدا في الاكسيال يبقى النقطة بايه مش هتتحرك لأعلى، فأنا ممكن ما احطش ديجري اوف فريدم عندها لأنها بصفر. أما الروتيشن فهحطه زي ما هو بدي 2. نيجي عند النقطة بي، هنحط دي 1 زي ما قلنا زي الديوان بالظبط في نفس الاتجاه على افتراض ان الممبر اي بي ما حصلش فيه لا استطاله ولا انضغاطه. اما الممبر بي سي فمش هيحصل فيه لا استطاله ولا انضغاطه، والنقطه سي نقطه ثابته زي ما قلنا، يبقى النقطه بي مش هتتحرك لا اعلى ولا تنزل، يبقى الازاحه الراسيه بصفر، يبقى ما فيش ديجري اوف فريدم راسيا. اما الدوران فموجود اللي هي دي 3 فهنسيبها زي ما هي. يبقى انا اختزلت المساله بتاعتي من 6 ديجريز اوف فريدم الى 3 ديجريز اوف فريدم. تعال ناخد مثال مساله زي اللي قدامنا دي لا هي سيمتري ولا انت سيمتري، اي نعم المنشا متماثل لكن فيها قوه 160 كيلو نيوتن وتقابلها قوه هنا كام؟ 60 كيلو 120 كيلو نيوتن تقابلها 60 كيلو نيوتن. هنكون الستيفنس ماتريكس، هنكون الديجريز اوف فريدم
الاصليين على اعتبار ان انا مش مفيش اي تقريب هيحصل، هنكون الاستيفنس ماتريكس زي ما عملناها قبل كده، ونكون اللود فيكتور زي ما عملناها قبل كده برضو، الممبر اي بي والاي دي والبي سي نجمعهم مع بعض، ونفتكر ان الممبر القوه هنا ب 60 والقوه هنا ب 120، طبعا الرياكشن هنا 60 والرياكشن هنا 30 النص طبعا، لان الفورس النص يبقى الرياكشن النص. هنعكس اتجاه الفورس تجيب لي الفيكسد اند اكشن، هنجمع نيجي نشوف نقول في اتجاه اف 1 اللي هي في اتجاه دي 1 بموجب 60، دي 2 بسالب 120، دي 3 في عندي هنا 120 و160 يبقى سالب 40. طيب في اتجاه دي 4 بسالب 30، في اتجاه دي 5 بسالب 120، في اتجاه دي 6 عندنا 160 و60 عكسها يتبقى 100 بالموجب عكس عقارب الساعة. قدرت اكون الفورس فيكتور، يبقى كون الستيفنس ايكويشن اف بيساوي كيف دي، وعن طريق الانفيرس هجيب الديفورميشنز، جبنا كل الديفورميشنز اللي عندنا. لا احنا عايزين نحل المساله دي بتبسيط اقل، ان انا هاجي افترض ان عندي 3 ديجري فريدم بس، دي 1 دي 2 دي 3، دي 1 افقيه سواء عند الاي او عند البي، الدي 2 روتيشن عند الاي والدي 3 روتيشن عند الدي. ادي الدي 1 اهي ازاحه افقيه عند الاي والبي، الدي 2 عباره عن دوران عند الاي والدي 3 دوران عند البي. الايكويشن 3 في المصفوفه 3 في 3 ستيفنس هيبدا نستنتجهم عمودا عمودا. هنحط دي 1 بواحد، دي 1 بواحد هنا وهنا، وهنجيب الديفورميتشي بقى هو، وهنبدا نجيب الفورس الناتجه عندنا. طبعا الافق ده مش هيحصل فيه اي استطاله او انضغاط ويبقى الفورس بصفر. هنا في شير ديفورميشن يونت 6 اي على ال سكوير، ورياكشن 12 اي على ال تكعيب، والممبر الثاني برضو زيه. هنا بقى مش زي السيمتري وان سيمتري بحسب النص، لا انا هنا لازم اشتغل مع المساله كلها. ليه؟ لان ممكن يكون الممبر الراسي هنا ده طوله مش زي ده، او الاي بتاعته مش زي الاي، فانا مش بينفع اشتغل زي المره اللي فاتت ان انا اخد النص النص، عشان كان منشا متماثل فكان ممكن اخد المنشا ككل، بس كان هيديني كل الارقام مضروبه في اتنين، فانا وفرت وقت ومجهود وخدت النص بس. لكن هنا مفيش الكلام ده، لازم اخد الاثنين فورسز الموجوده عندنا. لو جينا نقارن الكلام ده بالديجريز اوف فريدم هنشوف، هلاقي ان في عندي هنا دي 1 وفي عندي هنا دي 1 افقي افقي، في هنا 300 وفي هنا 300 يتديني 600. الدي 2 تقابل 1200، الدي 3 تقابل 1200، ده كده العمود الاول. تعال نشوف العمود الثاني، هنعمل يونت ثيتا الناحيه دي. ادي شكل الديفورميت شيب. لما نيجي نعمل يونت ثيتا الناحيه دي هيتولد لي هنا مومنت مقداره 4 اي اي على ال و2 اي اي على الناحيه الثانيه، ورياكشن فورس 6 اي اي على ال سكوير. الممبر الافقي نفس الكلام، هيتولد لي هنا مومنت 4 اي اي على ال و2 اي اي على ال، ورياكشن فورس 6 اي اي على ال تكعيب و6 اي اي على ال تكعيب. الممبر الراسي هنا اللي هو البي سي ده مش هيتولد فيه اي حاجه، لان الثيتا حصلت عند مين؟ عند نقطه ايه فقط. طيب تعالوا نعوض بالقيم ونقارن بالديجريز اوف فريدم. دي 1 هنا وهنا، في هنا 1200 ومفيش هنا حاجه، يبقى 1200. دي 2 روتيشن عند النقطه دي في 6400 و6400 يبقى 12800. دي 3 مومنت عند النقطه دي ب 3200، يبقى ده كده العمود الثاني في الاستيفنس ماتريكس. العمود الثالث هنحط دي 3 بتساوي 1 اللي هي الثيتا، وادي شكل ديفورمت شيب اللي هيحصل عندنا. هنبدا نشوف اللي هيحصل. الممبر اي دي مش هيحصل فيه حاجه، الممبر اي بي حصل عند البي يونت ثيتا، هيتولد فيه مومنت 4 الناحيه دي و2 الناحيه الثانيه، ورياكشن 6 6 اي اي على ال تكعيب. الممبر بي سي هعمل فيه يونت ثيتا، هيتولد لي مومنت 4 اي اي على ال و2 اي اي على ال، ورياكشن 6 اي اي على ال سكوير و6 اي اي على ال سكوير. هنعوض بالقيم اللي عندنا بالارقام، نبدا نقارن عشان نجيب العمود الثالث. في اتجاه دي 1 هنا وهنا، هنا بصفر، هنا ب 1200، يبقى 1200. في اتجاه دي 2، في اتجاه دي 2 المومنت 1200، لا 3200. في اتجاه دي 3 المومنت 6400 هنا مع 6400 هنا، يبقى 12800. نشوف الستيفنس ماتريكس، ادي الثلاث عمدان بتوعنا.
كوننا الستيفنس ماتريكس ونراجع نشوف هو سيمتري ولا مش سيمتري. سيمتري اهو، القوة هنا زي هنا، والرقم ده زي الرقم ده، والرقم ده زي الرقم ده. هنبدأ نكون الفورس فيكتور زي اللي فات بالظبط، بس نلاحظ بقى هنيجي نقول اف 1 في هنا عندي دي 1 وعندي هنا دي 1، في عندي فورس 60 وهنا فورس 30، يبقى المحصلة كام؟ 30 بالموجب. في اتجاه دي 2 اللي هو العزم اللي هنا سالب 40، العزم اللي هنا موجب 100. كونت الفورس فيكتور وانا لسه مكون من شوية الستيفنس ماتريكس، نقدر نكون الستيفنس ايكويشن نحطهم مع بعض، هنقدر نحل ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل ونجيب قيم الديفورميشنز دي 1 ودي 2 ودي 3. عايزين نقارنهم بالدي 1 والدي 2 ودي 3 اللي احنا جبناهم بدون تقريب. بص كده معايا، شوف دي 1 هنا، شوف دي 1 هنا، والدي 1 والدي 4 اللي انا اعتبرتهم زي بعض، تلاحظ ان دي 1 في واخد الافريج ما بين الاثنين. طب تعال نشوف دي 2، دي 2 تقريبا زي الدي 3 اللي كانت هناك اللي هو روتيشن. طب الدي 3 اللي هي روتيشن عند نقطه بي تقريبا زي الدي 6. اما الديفورميشن الراسي اللي عند الدي 2 اللي هو دي 2 والدي 5 فهي صغير، وده يوضح لنا ان الحل اللي احنا حالينه يعني في نسبه كبيره جدا من الصحه. يعني احنا لو حبينا نشوف الايرور هنا كام يطلع 1%، والايرور هنا 1% برضو او 1 في الـ1000، ده هنا الايرور 1 في الـ1000 وهنا 1 في الـ1000، وفي الاثنين دول الايرور طالع يعني في حدود 7 او 8 في الـ1000، فدقه عاليه كويسه يعني. بس ملحوظه مهمه ان بالطريقه دي ما ينفعش نرسم النورمال فورس دياجرام منها. ينفع نرسم البيندنج مومنت دياجرام والشير ينفع، لكن النورمال فورس مش هينفع، لان انا من الاول مفترض ان هو فيري ستيف، فمش هيحصل اكسيال ديفورميشن فيه، فمش هيتولد اكسيال فورس فيه. برضو من الادفانس التوبكس اللي احنا عايزين نتكلم عليها الانكلايند رولر. لو انا عندي مساله زي اللي قدامنا دي وفي عندنا رولر مايل بزاويه زي اللي قدامنا ده مثال، عايزين نرسم النورمال شير بيندنج او على الاقل نحسب الديفورميشنز في المنشأة ده. اول حاجة هنعمل موديلنج، هنيجي عند النقطة بي ونحط هدد جريف فريدم دي 1 دي 2 دي 3. نيجي عند النقطة سي، هل ينفع نحط ازاحة افقية جريف فريدم افقية؟ ما ينفعش. طب رأسية؟ ما ينفعش. يبقى لازم نحط الجريف فريدم اللي هي دي 4 في اتجاه الحركة الحرة اللي هو اتجاه الرولر. الدي 5 اللي هو الدوران دي مفيش فيها اي مشكلة، يبقى المسألة بتاعتي بقت كام؟ 5 في 5. هنبدأ نستنتجهم عمودا عمودا. هنيجي عند النقطة بي ونحط دي 1 بتساوي 1، ونبدأ نشوف ايه اللي هيحصل في العناصر. العنصر اي بي لما اعمل فيه يونت ديسبليسمنت افقية هنا هيطول يونت، يبقى يحصل فيه تنشن اي اي على ال. اما الممبر بي سي اللي عندنا لو جينا عملنا فيه يونت ديفورميشن افقيه هيتولد لي شير هيولد بيندنج مومنت 6 اي اي على ال سكوير، وشير فورس 6 اي اي 12 اي اي على ال تكعيب. هنقدر نعوض بالقيم بتاعتنا بسهوله جدا، ونبدا نقارن ونشوف العمدان بتاعت الستيفنس ماتريكس. في اتجاه دي 1 في عندنا قوه 75000 480، يبقى 75480. في اتجاه دي 2 فرصه راسيه عند النقطه دي مفيش، يبقى 0. دي 3 عزم هنا 1200. هنا بقى نقف. الدي 4 او الاف 4 اللي احنا عايزينها اللي في اتجاه دي 4 مايله بزاويه 60، يبقى لازم اجي هنا احلل ال 480 دي الى قوه موازيه لمستوى الرولر ب 480 كوزاين 60، وكوزين 60 بنص تديني 240، ويبقى هو ده الرقم اللي انا احطه بالسالب عشان بيتجه عكس الدي 4. الدي 5 الدوران هنا ب 1200، المومنت هنا ب 1200، يبقى الدي 5 ب 1200. يبقى الزياده بس عندنا في المساله دي ان انا افترضت ان الديجري فريدم، الديجري فريدم بتاعتنا في اتجاه الحركه بتاعت الرولر لو كان مايل فبنفرضها مايله، وبنبدا نحلل الفورسز في اتجاه.
عايزين نبيع العمود التاني، هنيجي يعني برضو نفس القصة، نفترض ديون الديسبلاسمنت رأسية هنا ونشوف الديفورمت شيب، ونبدأ نشوف كل ممبر، الممبر اي بي حصل فيه شير ديفورميشن نظرها اليونت، الممبر بي سي حصل فيه اكسل ديفورميشن يجي يديني اي اي على ال، الممبر الافق زي ما قلنا اللي هو الاي بي حصل فيه شير يديني 6 اي اي على ال سكوير، 6 اي على ال سكوير، ورياكشن 12 اي اي على ال تكعيب. هنقدر نعوض بالقيم بتاعتنا، نبدا نقارن الكلام ده بالديجريز اوف فريدم بتاعتنا. في اتجاه دي 1 مفيش حاجه يبقى زيرو، في اتجاه دي 2 عندي هنا 80000 وعندي هنا 469 يبقى 30469. في اتجاه دي 3 في عندي مومنت مقداره 1800 عكس اتجاه الدوران بتاعنا يبقى سالب 1875. نيجي بقى عند الدي 4 الاف 4، هنا القوه ال 80000 اللي بتصد مع ال 80000 دي جايه راسيه، يبقى لازم اخدها واحللها في الاتجاه ده 80000 ساين 60 تديني 69282، وبالسالب عشان عكس الديجري فريدم اللي انا فرضها. طبعا الدي 5 بصفر لان مفيش عندي عزم اتولد هنا. عايزين نستنتج العمود الثالث في الستيفنس ماتريكس، هنحط دي 3 بتساوي 1 اللي هي الروتيشن عند النقطه بي، ادي شكل الديفورميت شيب. تعالوا نشوف مع بعض، الممبر اي بي حصل فيه يونت ثيتا عكس عقارب الساعه مقدارها اليونت، هيتولد فيه مومنت 4 اي اي على ال و2 اي اي على الناحيه الثانيه، ورياكشن 6 اي اي على ال سكوير. نفس الكلام الممبر بي سي لو عملت في يونت ثيتا عكس عقارب الساعة هيتولد لي مومنتس عكس عقارب الساعة برضو معاها في نفس الاتجاه 4 اي اي على ال و2 اي اي على ال، ورياكشن فورس 6 اي اي على ال سكوير و6 اي اي على ال سكوير. هنعوض بالقيم بتاعتنا ونصفي الحسابات ونبدأ نقارن بالديجريز اوف فريدم. دي 1 الافقية هنا جابت لي 1200، دي تور رأسية هنا جابت ناقص 1875، أما الدي 3 فهنا 10000 وهنا 4000 يدوني موجب 14000. طب الدي 4 هل أخد ال 1200؟ لا، لازم أحللها موازية للرولر اللي هو 60 درجة فيديني 1200 كوزين 60 ب 600، يبقى أحط هنا سالب 600 لأنها عكس اتجاه الحركة. الدي 3 الدي 5 اللي هي في اتجاه العزم ده اللي هو ب 2000. يبقى انا كده كونت العمود الثالث في الستيفنس ماتريكس. تعالوا نبص مع بعض نشوف العمود الرابع في الستيفنس ماتريكس، ان انا احط دي 4 بتساوي 1 في الاتجاه المايل، دي 4 في اتجاه المايل بتساوي 1. طبعا دي 4 في اتجاه المايل تساوي 1، هحلل الازاحه دي افقي وراسي، فتجيلي ازاحه، طبعا الممبر اي بي مش هيحصل فيه حاجه خالص، هيجي لي هنا في الممبر ده ازاحه افقيه مقدارها النص. ايه النص دي؟ ما هو اليونت ديسبلاسمنت اللي انا عملتها في اتجاه دي 4 بزاويه 60 درجه اللي بتميل بزاويه 60 بقدر احللها الى ازاحه افقيه كوزين 60، 1 كوزين 60، وازاحه راسيه 1 ساين 60. ف 1 كوزين 60 بنص، النص الشير ديفورميشن ده هيجيب لي مومنت، الواحد كان بيجيب لي 6 اي اي على ال سكوير و6 اي اي على ال سكوير، هنا يجيب لي كام؟ 3 اي اي على ال سكوير و3 اي اي على ال سكوير. طيب الرياكشن فورس كان بيجي لي هناك 12 اي اي على ال تكعيب، يجي لي هنا 6 اي اي على ال تكعيب. هنقدر نعوض بالقيم بتاعتنا ونصفي حساباتنا. ما ننساش ان احنا لسه الدي 4 اللي مايله دي بتجيب لي ازاحه راسيه كمان زي ما قلنا ب 1 ساين 60، بتعمل لي كومبريشن فورس بازاحه مقدارها ساين 60، يبقى هيجي لي فورس كومبريشن مقدارها اي اي على ال في ساين 60 تديني 9، يبقى 80000 ساين 60 ب 69282. تعالوا نجمع الكلام ده مع بعض. الممبر الافقي اي بي ما حصلش فيه حاجه، الممبر بي سي حصل فيه نتيجه المركبه الافقيه للدي 4 حصل فيه 240 و240 وعزم 600 600، نتيجه المركبه الراسيه للديفورميشن حصل فورس 69282 فوق وتحت. تعالوا نقارن الكلام ده بالديجريز اوف فريدم. في اتجاه دي 1
في عندي فورس سالب 240 في اتجاه دي 2، في عندي فورس مقدارها سالب 69282 في اتجاه دي 3، في عندي عزم عكسها سالب 600. اما الدي 4 بقى دي عايزه واقفه، ليه؟ لان انا في عندي هنا قوه فوقيه 240 وقوه راسيه 69000، فلازم اخد 240 دي واحللها وال 69000 واحللها، 69000 هحللها هنا ساين 60 تديني 69000 و282 ساين 60 تجيب لي 60000. اما ال 240 فهحللها برضو موازي اتجاه الرولر اللي هو اتجاه الديجري اوف فريدم، هيطلع لي 240 كوزين 60 اللي هو 120. يبقى توتالي اجماليا انا عندي فورس 60000 فورس 120 مجموعهم 60120. اما المومنت فما بتحللش اللي هو 9 اللي هو 600، وهيجي لي بالسالب لانه عكس اتجاه الموجب للدي 5. ده كده العمود الرابع في الاستيفنس ماتريكس. هنكون العمود الخامس في الاستيفنس ماتريكس. هنعمل هنا دي 5 بتساوي 1، اد شكل الديفورمد شيب. الممبر طبعا اي بي ما حصلش فيه اي حاجه، الممبر بي سي حصل فيه يونت ثيتا، هيتولد فيه مومنت 4 اي اي على ال الناحيه دي و2 اي اي على ال الناحيه دي ورياكشن 6 اي اي على ال سكوير. هنعوض بالقيم بتاعتنا الاي والاي لكل ممبر والال، وهنبدا نصفي حساباتنا. يبقى احنا كده كوننا الفورس اللي عندنا. تعالوا نقارن الكلام ده بالديجريز اوف فريدم. في اتجاه دي 1 في عندي فورس 1200 يبقى موجب 1200. في اتجاه دي 2 مفيش يبقى 0. في اتجاه دي 3 في عندي مومنت 2000. في اتجاه دي 4 ال 1200 دي مش في اتجاه دي 4، لازم احللها موازي لاتجاه الرولر يديني 1200 كوزين 60 ب 600، يبقى سالب 600 لانها عكس اتجاه الحركه عكس اتجاه دي 4. والدي 5 هتطلع لي بموجب 4000. يبقى كده الحمد لله قدرنا نكون الخمس عمدان بتوع الاستيفنس ماتريكس. هنجمعهم مع بعض نكون الاستيفنس ماتريكس. لازم نعمل تشيك ان الدياجونالز كلها موجبه وان في تماثل. الرقم ده هو الرقم ده، 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 والرقم ده هو الرقم ده، وده هو ده، وده هو ده. يبقى احنا كده قدرنا عملنا تشيك على السيفلس ماتريكس. تعالوا نشوف مع بعض الفورس فيكتور. سهله جدا، هنبدا ناخد كل ممبر نجيب له الفيكسد اند رياكشن بتاعه يونيفورم لود دبليو ال سكوير على 12 ودبليو ال على 2. الممبر ده مش في النص فبيجيب لي زي ما حضراتكم عارفين الحمل في القريب في البعيد تربيع على ال تربيع، الحمل في القريب في البعيد تربيع على ال تربيع. وهنجيب مقادير الرياكشنز اللي عندنا، ونجيب الرياكشن طبعا عن طريق العزوم وفرق العزوم لكل الفورسز. كده احنا جبنا الفيكسد اند رياكشن، هنقلبه نجيب الفيكسد اند اكشن هنقارنه بالديجريز اوف فريدم. في اتجاه دي 1 عندي هنا في فورس ناقص 10.6، في اتجاه دي 2 ناقص 48، في اتجاه دي 3 عندي مومنت 64 وكده مومنت 24 عكس بعض، يروح مديني صفي على 40 بالموجب. نيجي بقى في الاف 4، هل ناخد ال 32.4 دي كلها؟ لا، لازم نحللها الى بكوزاين 60 تقوم تديني 16.2 وبالسالب في عكس الاتجاه يبقى سالب 16.2. نجيب اف 5 تطلع ب 36 زي ما هي. كده لما كوننا الاستيفنس ايكويشن اف بيساوي كيف دي، هنحل خمس معادلات في خمس مجاهيل وبالانفيرس او باي طريقه ثانيه هيجيب لي الديفورميشنز بتاعتنا. جاب لي الديفورميشنز، تعالوا ده ديفورميشنز للمساله بتاعتنا لما كان الرولر مايل. لو قارنا الديسبليسمنتس اللي طلعت عندنا بالديسبليسمنتس بتاعت نفس الفريم بس لما كان الرولر عدل، هنلاحظ ملحوظه. اول ملحوظه هنلاحظها لو بصينا على الدي 4 هنا ليها كانت بناقص 22 سنتي، هنا بناقص 50 سنتي. وطبعا الرولر ده المايل كده كان يفيد لو الكول الافقيه دي ما كانتش موجوده. ليه؟ لان اليونيفورم لود ده لو جينا هنا حتى كان اليونيفورم لود ده هيحاول يخلي الرولر ده يفتح كده، فيفتح كده لو هو جاي كده فشغال كانه شبه هنج
بيصد فهيقلل الديسبليسمنت. لكن انا عندي دلوقتي القوه الافقيه دي في الفريم العادي كانت خلت ان المسافه دي مشيت، الرولر ده مشي مسافه 22 سم كده، فلما عملت الرولر في الاتجاه ده يعني زود الموضوع سوءا، لان بقى الرولر بقى القوه دي بتخليه يتحرك كانه فري خالص، مفيش فيه مشكله. كان الافضل طبعا لو انا مخير يعني كان يكون الرولر دي عامله كده، كانت قلت الديسبليسمنت كتير جدا. والكلام ده ايه موجود هنا طبعا مع ملاحظه ان الديسبليسمنت دي مايله مش افقيه، الديسبليسمنت دي مايله يعني دي ال 50 سم دي مايله في الاتجاه ده. لو حللناها عشان نجيب الافق بتاعها هنجيب الكوزين هنلاقيه يطلع 25 سم عندنا. دي كده الديسبليسمنتس اللي احنا جبناها في المساله بتاعت الرولر المايل. كده نكون تعرضنا ان شاء الله في المحاضره دي لاربع حاجات، للسيمتري والانتي سيمتري، وتعرضنا كذلك للكونسترينتس لو احنا عايزين نحل حل تقريبي مع تقليل الديجريز اوف فريدم، وشفنا موضوع الانكلايند رولرز. نكتفي بهذا المقدار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.